ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم جوله في مطبخي، عشان انا النهارده جددت مطبخي وعايزه اوريكم جوله فيه. تعال بقى اشوف انا جددت فيه ايه، عشان كان في حاجات كتير ناقصه في مطبخي القديم فانا جددتها معاكم النهارده. وتعال بقى نشوف الجوله بقى سريعه في المطبخ بعد ما انا جددته. ده مطبخي القديم، وهو كان فيه المكوه ديت، طبعا هنا المساحيق ديت، حاجات الغسالة، في غسالة تانية للأطباق، دي المساحيق اللي عندي كده. فده مطبخي القديم. تعال بقى أوريكم مطبخي الجديد، كملته وعملت بقى ايه، جددته في ايه. انا النهاردة جبتلكوا ده مطبخي الجديد زي ما انتوا شايفينه. هنا المطبخ فيه اول حاجة بوتاجاز دوت اهوت، وهنا طبعا في بقى هنا عندنا شفشق اهو، ده كان طقم معايا برضو اهو لو انتوا عايزين تعرفوا. اهوت في 3 كوبايات ديت، وهنا في بوتاجاز بيشتغل اهوت، زي ما انتوا شفتوا. وفي بقى هنا برضو معالق وحاجات زي كده اهوت، وهنا في معالق، معلقة وشوكة وسكينة ومغرفة كده او مقصوصة مش عارفة هي كده. ده البوتاجاز اهوت، وكان معايا طبعا الحلة دي، الطاسة هيت، وهنا بقى في الحوض دوت، هو حوض صغير طبعا، انا عندي حوض قديم في المطبخ القديم بتاعي، وده حوض صغير كده برضو عشان كان عندي مواعين كتير بقى كده احطها فيه. وهنا في خضار وحاجات كده احطها في السبت ده، سبت الخضار. وهنا بقى عندي الدرفة دي بحط فيها السناكس والحلويات، طبعا انا بقى هجيب سناكس وحلويات عشان احطها بقى فيه وكده. هنا تحط هنا قفل، وهنا برضو بس بحط فيه خضار كده والعصاير، وهنا في شباك جميل قوي في التلفون دوت، وهنا بقى في درفة جميلة كده اهيت، فيها اطباق واقدر برضو احط فيها الكوبايات. كده اقفلها زي ما انتوا شايفين. وهنا في مكان المشروبات، كل العصائر اقدر اجيبها واحطها هنا. ده منظر المطبخ. طبعا ده مطبخي زي ما انتوا شفتوا، ده مطبخي بعد ما جددته. ودلوقتي تعالي اوريكم جولة سريعة في مطبخي كله بعد ما جددته وكده بقى شكله ازاي. Thank you.
بس كده يا اصحابي، اكون النهارده خلصنا الحلقه بتاعتنا وخلصنا جولتنا النهارده، وان شاء الله تكون عجبتكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. مع السلامه، باي.